الفيديو بيتكلم معانا عن المباراة. طيب كريم ازيك؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام، برحب بيك وبرحب بكل مشاهديك ومتابعي قناة الاهلي. حلو المنظر اللي وراك بالمناسبة. لا الجو هنا برد شويه يا كابتن اسلام، لكن يمكن فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي فندق مميز جدا، المناظر فيه مميزه جدا طبعا يا كابتن اسلام. طيب كريم، الحقيقه النهارده عايزك تشرح لي، انت جيت امبارح او وصلت امبارح الساعه 11 بالليل، عايزك تشرح لي من الساعه 11 بالليل حتى هذه اللحظه اللي انت واقف معانا فيها ماذا يحدث داخل معسكر النادي الاهلي. بالتأكيد يا كابتن اسلام، ان شاء الله في البدايه طبعا بمشيئه الله النادي الاهلي جاهز للصعود من برج العرب للدور ربع النهائي ان شاء الله، مع المسانده الجماهيريه الكبيره ومع التركيز الكبير والدعم والجديه والاصرار اللي احنا منتظرينه مع لعيبه النادي الاهلي في المستطيل الاخضر. غدا ان شاء الله كابتن اسلام هنحجز بطاقه الصعود، وان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. بالتاكيد وصلنا بالفعل يمكن في ساعه متاخره امس، مجرد ان احنا وصلنا طبعا كان كل اللاعبين في الغرف كالعاده، يعني نقدر نظبط الساعه كالعاده في معسكرات فريق للنادي الاهلي، بيبقى التوفيق في كل المباريات، لكن الجانب الاداري والجانب التنظيمي والجانب الفني للتحضير لهذه المباراه بيكون على اعلى مستوى من مستر مارتن، من الكابتن سيد عبد الحفيظ كجانب اداري، من اللاعبين كمان غلق بشكل كبير جدا زي ما بناكد يا كابتن اسلام. كل اللعيبه يمكن عندها هدف، ثلاث نقاط مهمين جدا وهو الهدف وشعار هذه المباراه. صباح اليوم النهارده طبعا كان يوم الجمعه كالعاده، كل اللاعبين والجهاز الفني بتكون متواجده في صلاه الجمعه. عقب الصلاه مباشره كان في تجهيز وتحضير لبعض مقاطع الفيديو لنادي شبيبه الثوره، وكانت محاضره فنيه لمستر مارتي لاسارتي ولاعبي النادي الاهلي. ما نقدرش نقول استغرقت اكتر من 20 دقيقه، لكن كان فيها جزء خططي، حابب ان مستر مارتن كان يفرج اللعيبه عليهم قبل ما يكون في تدريب وهو التدريب الاخير اليوم. لكن عقب انتهاء المحاضره مباشره كان المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارتي لاسارتي المدير الفني بصحبه الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. الحديث طبعا كان على اهميه هذه المباراه، يمكن الناس اتكلمت مع كابتن حسام وسالوه عن المباراه، بتشوف النادي الاهلي صعب الموقف على نفسه، قال النادي الاهلي ان شاء الله قادر، الكل على قلب رجل واحد. ودي يمكن الكلمه اللي انا اكدت عليها مع كابتن حسام عاشور، قلت له كابتن حسام طمنا على اللاعبين وطمنا على الحاله المعنويه والحاله اللعبيه، قال لي يا كريم ان شاء الله كل اللعيبه مركزه، عندنا هدف، جمهور النادي الاهلي ورانا، رغم 15000 ان هم يكونوا متواجدين كنا بنطمع في اكتر من كده، لكن من خلالك يا كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي حابين نوجه كل الشكر لمجلس الاداره وايضا كمان قيادات وزاره الداخليه على الاستجابه السريعه. كان 10000 مع الخطاب طبعا اللي كان متواجد الاول للنادي الاهلي، لكن مع يمكن تكثيف التليفونات والاتصالات مع الكابتن محمود الخطيب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لقيادات وزاره الداخليه، بالفعل وصلنا الى 15000 مشجع. ايضا ان شاء الله باذن الله كل المشجعين وكل جمهور النادي الاهلي يكون متواجد غدا. المسانده مطلوبه جدا يا كابتن اسلام، والجديه والاصرار من الجمهور ومن لاعبي النادي الاهلي، لكن بشكل عام لو بكلمك على الاجواء هنا في فندق الاقامه، لا حاله التركيز الكبيره اللي بنشوفها مع اللاعبين ان شاء الله باذن الله تنعكس عليهم في مباراه الغد. عايز ارجع معاك كمان لتدريب فريق النادي الاهلي النهارده، نقدر نقول اطمنا على عدد كبير جدا من اللاعبين. يمكن لو كنا بنتكلم على المواقع امس يا كابتن اسلام، مساله ان رامي ربيعه رجعت تشتكي من العضله. اتفضل يا كابتن اسلام. طيب كريم، الحقيقه يعني كبير جدا كنت حابب اتكلم معاك فيه في البدايه كابتن اسلام ومع كل الجمهور النهارده. يمكن انا من خلال رؤيتي ومن خلال رؤيه الجميع وكل وسائل الاعلام، النهارده الشناوي ادى تدريب قوي، تدريب فيه كوره، تدريب كان فيه تيك اوف اكتر من مره، تدريب كان فيه بعض التمركزات شفناه النهارده في اكتر من كوره. يعني لو الشناوي في حاجه في رجليه قويه ما كانش يقدر ان هو يبقى فيه تيك اوف عالي، يبقى فيه تمركزات، يبقى فيه بعض الترنات على الانكل. يعني ان شاء الله باذن الله ده اللي احنا لامسينه واللي احنا شايفينه، الشناوي ان شاء الله يكون جاهز لمباراه الغد. من رؤيتنا كابتن اسلام التدريب النهارده اللي خاضه الشناوي، الشناوي جاهز، لكن طبق الرؤيه الفنيه والطبيه الاخيره للجهاز الطبي والجهاز الفني، لكن من خلال تدريب اليوم مع الكابتن طارق سليمان وعلي لطفي ايضا، الشناوي ادى جرعه تدريبيه قويه تدل ان الشناوي ان شاء الله غدا باذن الله مع التوفيق باذن الله عز وجل ليه الشناوي يكون متواجد كحارس اساسي، الا ان يكون مستر مارتن والجهاز الطبي ده عايز يحافظ عليه اكتر من كده. لكن انا يعني من وجهه نظري واللي احنا شفناه واللي احنا لمسناه من ارض الملعب في تدريب اليوم، الشناوي ان شاء الله باذن الله يكون متواجد غدا بكل قوه كحارس اساسي للنادي الاهلي. لو اسم الثاني يا كابتن اسلام، بالنسبه بقى لمروان محسن تحديدا، مروان محسن ورامي ربيعه كان هناك كلام على ان هم واحد عنده ضمه تقريبا، يعني الواحد سمع كتير خلال هذه الايام.
وهضم عليهم كمان علي معلول. الناس قالت برضو ان علي عنده اجهاد عام ومش هيقدر ان هو بالظبط. كابتن اسلام قالوا ان هو مش هيقدر يكمل لان النهارده رامي ربيعه بيأدي تدريب وجرعه تدريبيه قويه جدا، سبرنتات وفيها ترنات وفيها بعض الجمل التكتيكيه، بيعلن جاهزيته بشكل كبير جدا. ايضا كمان مروان محسن بالبدايه على طول الخاندرو مخطط الاحمال عقب يعني انتهاء 10 دقائق من طبعا التسخين البسيط جدا، تدريبات الكره كلها مروان محسن كان مشارك فيها بشكل كبير. ضربات الجزاء ايضا كمان اللي يمكن مستر مارتن لاسارتي انهى التدريب بيها بجانب علي معلول. الثلاثي يا كابتن اسلام جاهز طبيا وبدنيا وفنيا لهذه المباراه، ويبقى التوفيق ان شاء الله يكونوا موفقين. الثلاثي مع الشناوي الرباعي ده ان شاء الله جاهز طبيا، لكن زي ما بنقوله بناكد مستر مارتن ليه رؤيه كبيره. الجهاز الطبي ممكن يبقى ليه تفضيل ان هو يريح لعيب او يخلي لعيب اصلا يدفع بيه، لكن بشكل عام الرباعي يا كابتن اسلام ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في مباراه الغد، ويبقى التوفيق ليهم كلهم. وايضا كمان ان شاء الله ثلاث نقاط احنا بناكد ان يعني باذن الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله يكون بطاقه الصعود من الاسكندريه. انا معاك يا كابتن اسلام برضه لو في استفسار. النهارده كده النهارده اليوم انتهى اعتقد، النهارده خلاص دخل دلوقتي الساعه على 9:30 10 اعتقد اتعشوا خلاص وكل اللاعبين صعدوا لغرف الملابس لغرف النوم انا اسف. بالتاكيد يا كابتن اسلام، لكن قبل طبعا يعني عقب انتهاء العشاء مباشره كانت هي المحاضره الفنيه الهامه جدا لمستر مارتن طبعا اللي كان بيتكلم عليها على تطبيق بعض الجمل في التدريب الاخير. النهارده كان في بعض الجمل التكتيكيه اللي من الواضح ان مستر مارتن شغال عليها بشكل كبير. احنا بنتمنى طبعا مستر مارتن يكون قرأ قراءه جيده لنادي شبيبه الثوره، عنده عناصر مميزه جدا، عندهم كمان الشوتنج بيشوتوا كتير جدا، يحيى شريف ويمكن عادل بوشيبه، عندهم كمان زيري حمار، عندهم اكتر من لاعب. ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون درست خططيه من خلال الفيديو من خلال مستر مارتن ومحاضراته المستمره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، يكونوا درسوا ان شاء الله لاعبي شبيبه الثوره كابتن اسلام. لكن الكل دلوقتي في الغرف، يبقى التوفيق غدا باذن الله. اخيرا يا كريم، بكره ايه اليوم بكره هيمشي ازاي؟ صباحا طبعا يعني يوم المباراه كابتن اسلام بيكون الفطار فري بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، لكن وجبه الغداء كالعاده بتكون الساعه 2 1:30 2 بيكون وجبه الغداء لفريق النادي الاهلي. الساعه 4 او 4 الساعه 4 بالظبط هيكون المحاضره الفنيه الاخيره مباشره، 4 وربع او 4 وثلث يكون لاعبي النادي الاهلي مستقلين الحافله الى استاد برج العرب في انتظارهم. ان شاء الله يكون جمهورنا متواجد باذن الله. عايز اكد كمان على موضوع الجمهور يا كابتن اسلام، الباب او بوابه الاستاد بشكل عام يعني هتغلق في تمام الساعه 5، لكن بوابه الاستاد هتفتح الساعه 1 ظهرا لدخول كل الجماهير المتوافده طبعا على الاسكندريه، لكن اخر ميعاد لغلق البوابات هتكون في تمام الساعه 5. باكد لك ان كل التذاكر نفذت، ناس كتير جدا بتقابلنا هنا في برج العرب عايزه ان هي طبعا تكون تذاكر او بعض الدعوات، لكن هو ده جمهور النادي الاهلي حريص جدا على فرقته. ان شاء الله كابتن اسلام هيكون كلمه السر غدا هو جمهور النادي الاهلي، وباكد عليك ان شاء الله باذن الله تكون بطاقه الصعود باذن الله من الاسكندريه لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه الامور. كريم احمد مراسلنا الحقيقه من برج العرب، زي ما حضراتكم شفتوا، انا قلت لحضراتكم او كريم قال لحضراتكم من امبارح لغايه النهارده ماذا حدث مع النادي الاهلي، وبكره كمان ايه اللي هيحصل مع النادي الاهلي. انا بشكر كل طاقم العمل اللي موجود في برج العرب عاملين شغل جيد.